جمع قوة جميع المشايخ أو أعيان الحجرية وفرض عليهم مسألة تشكيل لجنة وساطة للذهاب إلى عبد الله العالم وإقناعه بتسليم نفسه يعني. هذه اللجنة يعني تحركت وحاولت أن تصل إلى عبد الله عبد العالم، لكن سبقها علي عبد الله صالح وتم تصفية اللجنة هذه من قبل علي عبد الله صالح. هنا اتهم، هناك من يتهم عبد الله عبد العالم انه هو من قام بتصفية المشايخ. سأحكي هذا الكلام يعني. نعم، وحول هذا الموضوع سأتكلم. طبعا هو علي عبد الله صالح هو من صفى هذه اللجنة وهو من شكلها او فرض على هؤلاء الناس دون قناعة منهم ان يذهبوا للوساطة، وتم تصفيتهم من قبل على عبد الله صالح ورمى بالتهمة على عبد الله عبد العالم. طبعا عبد الله عبد العالم لم يكن له اي علاقة بالتصفية، وعلم زي اي واحد انه تم تصفية اللجنة هذه، وان هذه اللجنة كانت يعني مقر لها ان تذهب للوساطة، وان علي عبد الله صالح هو وراء عملية تشكيلها وراء عملية تصفيتها. وهو علي عبد الله صالح بهذه العملية اراد ان يؤلب ابناء المنطقة ضد عبد الله عبد العالم ليتخذوا موقف معاكس بدل مناصرته هو الوقوف ضده، وبالتالي إدانة وجود أو إجباره على الخروج من المنطقة تحت مبرر خوفا على المنطقة، إنه علي عبد الله صالح حريص على المنطقة ولا يريد أن يعني يحصل لها أي مشاكل أو يعني خسائر أو اقتتال عسكري في هذه المنطقة، مع إنه بالعكس هو مع تدمير الحجرية